طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من موقع يمن مونيتور: الحوثيون يذهبون إلى أعمالهم في الوزارات على ظهور مدرعات عسكرية. ومن المشاهد: ميليشيا الحوثي تقتحم قرى في حجة وتفجر منازل. ومن البيان: تولى منصبه عقب ثورة شباب تونس، وزير الدفاع التونسي يعمل بلا راتب. ومن البي بي سي: الصين تغلق مركزا يعلم النساء طاعة الرجل. أهلا بكم. الموظفون الذين نصبتهم ميليشيا الحوثي على الدوائر الحكومية في صنعاء ذهبوا إلى أعمالهم، ولكن بطرق مختلفة. وفقا لموقع يمن مونيتور: الحوثيون يذهبون إلى أعمالهم في الوزارات على ظهور مدرعات عسكرية. وقال الموقع: شهد اليوم الأول بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح شللا كاملا في الدوائر الحكومية بالعاصمة صنعاء، بعد يوم من حضور الحوثيين إلى مقر أعمالهم بأسلحتهم النارية وآلياتهم العسكرية. ونقل مراسل يمن مونيتور قيام الموظفين الحوثيين برفع أسلحتهم أمام أغلب الموظفين الحكوميين التابعين لحزب المؤتمر الشعبي العام، وأبدى الموظفون في الحزب تخوفهم من استهدافهم من حلفائهم السابقين. وقال عدد من الموظفين الحكوميين ليمن مونيتور إن منظر الأسلحة فوق الكراسي والمكاتب في المقرات الحكومية مثل سابقة مختلفة وكارثية أجبرنا على مغادرة أعمالنا تحاشيا للاصطدام مع هذه العناصر التي سطت على الوظيفة العامة. ويشعر أنصار صالح وأعضاء حزب المؤتمر بالخوف بعد حملة اعتقالات طالت قياداتهم من المنازل، كما يخشون أن يطال انتقام الحوثيين صفوفهم بعد حملة التخوين التي تعرضوا لها الفترة الماضية. الموقع بوست عنوان في صفحته الرئيسية بخصوص ما تتعرض له مدينة تعز المحاصرة، وعنوان: الميليشيا تكثف قصفها على الأحياء السكنية غرب مدينة تعز. وقال الموقع أن المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثية الانقلابية تجددت غرب مدينة تعز بالتزامن مع قصف عشوائي تتعرض له الأحياء السكنية بالمدينة. وأفادت مصادر ميدانية للموقع بوست أن معارك عنيفة بين الطرفين دارت وسط تبادل لقصف مدفعي مكثف بعد هجوم عنيف شنته الميليشيا الانقلابية على مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبل هان وحدران واللواء 35 مدرعة. وأضافت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تتصدى بكل بساله للهجوم وتكبد الميليشيا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. عندما يحل التكتيك محل الاستراتيجي، تحت هذا العنوان كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقاله المنشور على موقع قناة بلقيس مضيفا في أجزاء من المقال: السياسي اليمني بارع بالتكتيك، أي في اللف والدوران، لكنه لا يفهم في الاستراتيجي. السياسي اليمني يغلب التكتيك الساذج والأناني وحتى الشخصية على الاستراتيجي المهم، حتى على البلد ومصالحه. يغلب الهامش على المتن، والشكل على المضمون، والشخصية على العام. في كارثة اجتياح العراق للكويت سنة 1990 مثلا، أرسل الملك الحسن الثاني 2000 جنديا فقط للسعودية. ماذا يمكن أن يفعل هذا العدد وسط 500,000 جندي أمريكي؟ كان الملك الداهية يعرف أن السعودية تريد فقط مشاركة رمزية عربية أمام العالم فحسب. لم يهتم الحسن بأكبر تظاهرة شعبية مغربية تضامنا مع العراق في الدار البيضاء. كان الرجل استراتيجيا يرى ما هو أبعد بعين الصقر، وليس تكتيك غواية الجماهير. كانت استراتيجية الملك الحسن أن يحافظ على مصالح المغرب وشعبه، غلب الاستراتيجية على التكتيكي. أحيانا يصبح التكتيك المتذاكي الزائد عن اللازم فخا مفخخا، لا لشخص فحسب بل لشعب ولبلد وربما لأمة. وإلى موقع المشاهد نت، والذي أورد جزءا من المسلسل الدامي لميليشيا الحوثي في التدمير، وعنوان الموقع:
الحوثيون يقتحمون قرى في حجة ويفجرون منزلين، وهكذا رد المواطنون. وقال الموقع إن جماعة الحوثي أقدمت على تفجير منازل واقتحام قرى في محافظة حجة شمال اليمن. وقالت بصادر محلي للمشاهد نت إن مسلحي الجماعة فجروا منزل المواطن نبيل راجح في قرية الصاية بمديرية مبين بمحافظة حجة وحولوه إلى ركام. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين فجروا قبلة منزل أو فجروا قبله منزل لمواطن من مناوئيهم في عزلة بني سراع في مديرية بني قيس التي تشهد اشتباكات عنيفة بعد تصدي أبنائها للحوثيين الذين اقتحموها. وأوضحت بأن الحوثيين قصفوا منزل محمد يحيى هديش بالمدفعية والرشاشات بعد أن فشلوا في اقتحامه بسبب المقاومة الشرسة من أبناء القبيلة. عناوين عديدة أوردتها صحيفة أخبار اليوم في صفحتها الأولى، نقرأ منها: قتلى وجرحى في مواجهات مسلحة بين الحرس والميليشيا في النقوب بشبوة، ومحمد الحوثي يقول بعض أبناء صالح في المستشفى وتقدم لهم الرعاية. وعنوانا أيضا: الحوثيون يبتهجون بمقتل صالح في صنعاء، ذبائح ورقصات شعبية وحملة اعتقالات شعواء. وعنوان أيضا: طهران تتباهى بمقتل صالح على أيدي ميليشياتها وتزعم تحقيق انتصارات في اليمن. علي عبد الله صالح لون خاص في صورة الزمن العربي، عرفته في مختلف حالاته، جلست معه مطولا نتحدث في الأمور السياسية والاجتماعية اليمنية. هكذا بدأ عبد الرحمن شلقم وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة مقاله المنشور في الشرق الأوسط، مضيفا في أجزاء من المقال: صالح كان من إفرازات مرحلة عربية قلقة في كل شيء، السياسة والثقافة والاقتصاد. كانت الانقلابات العسكرية الطريق الأسرع للقفز على السلطة، ومعها فيروس الزعامة والقيادة العابر للحدود، هيمنة تقنية البقاء على كرسي السلطة على كل ما عداها، وقلما طرحت برامج التنمية على موائد الحكم. مأسسة الدولة هي المحرك العملي والفعلي لتفعيل قدرات الوطن نحو التقدم. اعتبرت الثقب الأوسع الذي ينفذ منه المتآمرون للاستيلاء على سلطة زعيم الفرد، وهو المركز الذي يحرك ما كبر من الشؤون وما صغر. اليمن جيولوجيا طبيعية وبشرية فريدة في تكوينها التاريخي والاجتماعي والديني. الجبال ليست تكوينات صخرية تمتد فوق الأرض، لكنها صلابة تنغرس في الرؤوس والأجساد. حسابات الحياة والموت لها أرقامها الخاصة في بلاد اليمن، فاليمن كون لا يشبه كيان آخر. غادر علي عبد الله صالح حلبة الحياة مقتولا بسلاح الحوثيين الذين خاض معهم حروبا متواصلة لسنوات، تحالف معهم متسلحا بمعرفته بجغرافيا الأرض والبشر، لكنه لم يدرك المواد العقائدية والتاريخية المكونة لهذا الجسم الحوثي بعد موافقته على المبادرة الخليجية وتنازله عن السلطة لنائبه عبد رب منصور هادي بمباركة إقليمية ودولية. تحالف مع عدوه الحقيقي الحوثيين معتقدا أنه قادر على استعمالهم إلى حين لتصفية حسابات مع قوى يمنية انتمى إليها وكانت هي المعبرة عن الهوية الحقيقية للشعب اليمني. هل يمكن لليمنيين العرب أن يقبلوا أن تختطفهم قوى طائفية إلى خارج كونهم وتكوينهم عبر هرطقات طائفية إلى التبعية لإيران؟ تلك كانت غلطة الشاطر التي قفز إليها الراقص فوق رؤوس الأفاعي وخناجر الصراع. أراد أن يصطاد بالحوثيين ولم يستطع الرقص فوقهم، ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد. صحيفة الأيام تركز على الحال الذي وصل إليه وضع مدرسة تخرج منها اثنان من الرؤساء في الجنوب. وعنونت الصحيفة: درس فيها الرئيسان سالمين وعلي ناصر مدرسة بزنجبار آيلة للسقوط. وقالت الصحيفة إن مدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسي بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين تعاني من تشققات كبيرة في جدران وأسقف فصولها الدراسية، وأضحت آيلة للسقوط على رؤوس الطلاب والطالبات في أي لحظة لقدم بنائها، حيث يعود تاريخ تأسيسها
إلى عام 1954، وتضيف الأيام كما يطلق عليها مدرسة الرؤساء، حيث درس فيها كل من الرئيس سالمين والرئيس علي ناصر محمد والفقيد محمد علي هيثم والعديد من القادة والسياسيين. وقال مدير المدرسة محسن ماطر: لقد أبلغنا مكتب وإدارة التربية والتعليم بالمحافظة والمديرية عن وضع المدرسة، وطالبناهم بعمل الحلول المناسبة حفاظا على أرواح الطلاب والطالبات. وأضاف ماطر: في وقتنا الحالي لم تعد مدرسة بل خطرا على الطلاب والمعلمين، ولهذا نحمل السلطة المحلية بأبين ومكتب التربية والتعليم المسؤولية الكاملة في حال سقوطها، مشيرا إلى وجود سطو على بعض المباني التابعة للمدرسة. تتحدث الصحف العربية عن مجريات الأحداث في اليمن، وقد اختلفت في طريقة تفسيرها لهذه الأحداث، نعرضها بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. علقت صحيفة الشرق الأوسط في أحد عناوينها حول مجريات الأحداث في صنعاء: الحوثيون يلوحون بمصير صالح لترهيب القبائل. وقالت الشرق الأوسط إن جماعة الحوثي لوحت بمصير الرئيس السابق صالح الذي اغتالته أول من أمس لترهيب قبائل اليمن. وكشف عدد من مشايخ القبائل الموالين لحزب المؤتمر الشعبي العام من قبائل طوق صنعاء والمحافظات المجاورة عن تلقيهم أوامر من الحوثيين بتحديد موقف مكتوب يؤيد الجماعة أو مواجهة مصير الرئيس السابق علي عبد الله صالح. أما العربية الجديد فقد عنونت: راهن علي عبد الله صالح أو رهان علي عبد الله صالح الأخير، لماذا خذلته قبائل طوق صنعاء؟ وفي التقرير الذي نشرته الصحيفة أوردت ما قاله الكاتب والمحلل السياسي عبد الباري طاهر، إن من أن القبائل ليست من خذل صالح، وإنما هو من خذل القبائل وأعضاء حزبه في 24 من أغسطس، ووعدهم بموقف جديد ضد الحرب وموقف جديد من تحالفه مع الحوثيين، وتبنى مطالبهم الحياتية وبصم على بيان كان هو شهادة وفاته السياسية والأدبية والأخلاقية. ويختلف معه ما قاله قيادي مؤتمري من أن بعض الأجنحة القبلية في طوق صنعاء خذلت صالح بعد قيام قياديين في ميليشيا الحوثي بزيارات إلى قبائل طوق صنعاء وعرض إغراءات وترهيب. وأضاف أن ميليشيات الحوثي عندما قدمت من محافظة صعدة مرورا بمحافظة عمران عملت على تفجير منازل كل من يقف في وجهها، وهذا الترهيب أخاف بعض مشايخ القبائل من المصير ذاته. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور معن دماج قال مؤكدا للعرب الجديد إن المسألة ليست خذلان، لأن الولاءات داخل القبائل مختلفة ومتنوعة، والذي قال إن هناك أمرا آخر وهو أن صالح لم يحضر للمواجهة العسكرية مع الحوثيين بقدر ما أراد خلط الأوراق عندما أدرك أن قرار تصفيته قد اتخذ بالهجوم على المربعات التي يسيطر عليها والهجوم على منازل أقاربه، فقرر فتح خط مع التحالف العربي ورمى كرة النار في ملعب الحوثيين. بموت علي عبد الله صالح السعودية تدفع الثمن لخيانة الربيع العربي. تحت هذا العنوان نشر الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي مقالا تحليليا بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين الاثنين الماضي. موت الرجل اليمني القوي علي عبد الله صالح يظهر أن السعودية تدفع ثمن خيانتها للربيع العربي في اليمن في عام 2011. لقد كان زعيما عربيا من النوع المخادع والفاسد، وكان يمكن الإطاحة به خلال الربيع العربي،
بعد مشاهدة الحلفاء والأصدقاء الأعداء يسقطون في مصر وليبيا وتونس. اتخذ الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز موقفا متشددا ضد أي تحركات مماثلة في شبه الجزيرة العربية. وفي حالة اليمن تصرفت الرياض بشكل استباقي. المخاوف من عدم استقرار الحدود الجنوبية دفعت المملكة إلى تنسيق عملية تغيير القيادة في الدولة. وصاغ مجلس التعاون الخليجي الذي تهيمن عليه السعودية اتفاقية مع صالح تتضمن تنحيه عن السلطة مقابل حصوله على حصانة، وظل لاعبا سياسيا أساسيا في اليمن على الرغم من حقيقة أنه كان طاغية وفاسدا قتل شعبا. في 2012 تم انتخاب عبد ربه منصور هادي نائبا لصالح الذي ظل لفترة طويلة رئيسا للبلاد. كان من المفترض أن يصبح هادي قائدا انتقاليا يقود اليمن إلى أول انتخابات برلمانية مكتملة وحرة. الملك عبد الله ومن بعده الملك سلمان عمل مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على ضمان تنفيذ الجدول الزمني الانتقالي المنصوص عليه في مبادرة الخليج المؤسفة والمعقدة والتي لقيت دعما أمريكيا وأوروبيا. لكن الملك عبد الله لم يفعل هذا، وتأخرت أحلام إجراءات انتخابات حرة مرارا وتكرارا. وفي نهاية الأمر كان إسقاط الربيع العربي خطأ استراتيجيا للرياض. لقد كان دكتاتورا والحوثيون مؤدلجون يريدون أن يفرضوا رؤيتهم المتعصبة. لم يهتموا بالقيم الجوهرية للربيع العربي، وهي نظام حكم نيابي يرسخ مبدأ محاسبة المسؤولين. في النهاية طلاقهم كان أمرا حتميا، كل طرف كان يبحث عن فرصة للقضاء على الآخر. هذا النزاع هو النتيجة المرعبة لحرمان الشعب اليمني من تحقيق رغبته في الحرية. احتل خبر إفشال مخطط إرهابي لاغتيال رئيسة وزراء واحدة من أقوى الدول، احتل حيزا واسعا في الانتشار وعنون موقع البي بي سي وأوروبا. إحباط مخطط لاغتيال رئيسة وزراء بريطانيا ماي. وقال الموقع استنادا إلى شبكة سكاي نيوز نقلا عن مصادر قولها إنه تم إحباط مؤامرة لاغتيال رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي. وذكرت سكاي نيوز أن الشرطة تعتقد أن الخطة كانت إلقاء عبوة ناسفة بدائية على مقر إقامة ماي في داونينج ستريت، ثم استغلال الفوضى الناجمة عن ذلك لشن هجوم وقتل رئيسة الوزراء. وأضافت أن الشرطة وجهاز المخابرات الداخلية كانا يتابعان هذا المخطط منذ عدة أسابيع على الأقل. وفي وقت سابق قال متحدث باسم ماي إن بريطانيا أحبطت 9 مؤامرات خلال الشهور 12 الماضية. في واحد من أكثر العناوين التي نشرتها الصحافة اليوم خبر جاء في صحيفة البيان بعنوان وزير الدفاع التونسي يعمل بلا راتب. وقالت الصحيفة عبد الكريم الزبيدي يزاول عمله كوزير للدفاع في تونس من دون الحصول على راتب شهري على غرار بقية أعضاء الحكومة، لكنه تميز أيضا برفضه الإقامة في فيلا فخمة. وتقول تقارير إعلامية تونسية إن الزبيدي الذي عاد إلى الإشراف على حقيبة الدفاع منذ سبتمبر الماضي رفض الإقامة في سكن حكومي يتمثل في فيلا فخمة بأحد الأحياء الراقية، واستقر مع أسرته في جناح تابع لإحدى السكنات العسكرية القريبة من مقر الوزارة. وقالت الصحيفة إن الوزير أيضا أثار التخلي عن راتبه الشهري وما يتبعه من علاوات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأشاد مراقبون بموقف الزبيدي الذي تولى الحقيبة الوزارية عقب ثورة الشباب التونسية مطلع عام 2011. وروى فيه نقطة ضوء في ظل الاتهامات الموجهة لنسبة مهمة من الفاعلين السياسيين بالتورط في الفساد في الوقت الذي تواجه فيها البلاد أزمة اقتصادية طاحنة. أغلقت السلطات الصينية مركزا يعلم النساء الطاعة والخضوع للرجال، وقد عنونت شبكة البي بي سي في صفحتها الرئيسية الصين تغلق مركزا يعلم النساء طاعة الرجل. وقال مكتب التعليم الصيني إن المدرسة التي تزعم أنها تعلم قيما تقليدية تخالف جوهر القيم الاشتراكية. وأظهر شريط مصور محاضرين في المدرسة يتحدثون ضد المساواة بين الجنسين
بينما ينصح آخرون النساء بعدم الرد على الرجال في حال تعرضهن للضربة. وشهدت الصين ارتفاعا في عدد هذه المدارس خلال السنوات الأخيرة، وفي الفيديو الذي انتشر على نحو واسع توجيه نصيحة للنساء في مدرسة فوشن للثقافة التقليدية بعدم محاولة ارتقاء مهنة معينة والاحتفاظ بالوظائف الدنيا، كما يحث الفيديو النساء على الطاعة العمياء للآباء والأزواج والأبناء. ويقول أحد المحاضرين في هذا المعهد: مهما طلب زوجك منك فإن ردك يجب أن يكون نعم، سأنفذ ذلك على الفور. أهم الصور التي التقطتها عدسات الصحافة الأسبوع الماضي نستعرضها لكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم نقلا عن صحيفة The Guardian. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.